القتل من أجل يسوع، بعض أمثلة الإرهاب ذي الدوافع المسيحية. الولايات المتحدة، جماعة الكوكو كلوكس كلان تعتبر نفسها جماعة بروتستانتية أصولية. أعضاؤها العنصريون المتطرفون لم يكتفوا بقتل الأمريكيين ذوي الأصول الأفريقية وحدهم، بل مارسوا القتل والإرهاب ضد اليهود والكاثوليك، كما قاموا بتنفيذ عدة هجمات إرهابية على عيادات الإجهاض. أوغندا، حركة جيش الرب للمقاومة هي حركة مسيحية متمردة أشعلت حربا أهلية راح ضحيتها 100,000 شخص. زعيم الحركة جوزيف كوني كان يعتبر نفسه بوقا للرب، يتلقى منه الوحي ويتحدث باسمه. الهند، حركة مسيحية مسلحة تعلن مطالبتها إنشاء دولة مسيحية مستقلة في شمالي وشمالي شرقي البلاد. تلك المجموعات المسلحة اتهمت لاحقا بارتكاب جرائم قتل واغتصاب وإجبار على اعتناق المسيحية. لبنان، أثناء الحرب الأهلية اللبنانية بين عامي 1975 و 1990 ارتكبت الميليشيات المسيحية مذابح مروعة بحق المسلمين، وهي جرائم اعتبرتها الأمم المتحدة جرائم إبادة جماعية. النرويج، في عام 2011 قام شاب يميني متطرف يدعى أندريس بريفيتش بقتل 76 شخصا، وقال في دوافعه أنه يعتبر نفسه مسيحيا متدينا وفارسا صليبيا يناضل ضد الإسلام والماركسية على حد سواء. نقلا عن قناة TDF إنفو الألمانية، الترجمة والتعليق الصوتي إسماعيل خليفة.